حاجة تانية بقى رجائي ما نقدرش برضو نغفل عنها، وبرضو كان دور الشباب حقيقي يا جماعة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا فخورة جدا إن أنا بشتغل في أون لايف. التيم وورك بتاع أون لايف عمل أحسن تغطية لمنتدى شباب العالم على مستوى كل القنوات. والله مش عشان أنا من أون لايف، بس ده كان رأي كل الناس سواء كانوا المسؤولين أو الضيوف أو الناس المشاركين اللي كانوا موجودين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ أو حتى اللي كانوا موجودين في مصر. حقيقي كل واحد طلع أحسن حاجة عنده، واكتشفنا كوادر شبابية فوق الروعة، سواء من المراسلين أحمد فرج ومينا مكرم وكريستين رياض اللي كان ليها لقاءات حصرية وكانت يعني علامة مميزة جدا في النشاط والدينامو. طبعا الشباب شاذلي، رغدة منير، الأستاذ محمد ترك، حقيقي وجروب صباح أون. محمد ترك شاب برضه يعني. وجروب صباح أون ما حدش فيهم يعني اقدر انسى جهده وتعبه والاخراج وصوره كل الناس اللي ورا الكاميرات. حقيقي عملوا مجهود فوق الروعه، وزي نفس فكره منتدى شباب العالم يعني المصغره طبعا، ان مفيش قدرات شبابيه هتقدر تطلع وتبان من غير مسانده المؤسسات الدوله. برضو احنا كانت مسانده رؤساء القناه اللي هم ما سابوناش وكانوا معانا على الارض في شرم الشيخ وكانوا موجودين معانا في كل خطوه احنا بنعملها. حقيقي بحييهم وبشكرهم وبشكر كل زمايلي وكل اللي اشتغلت معاهم هناك. عملنا شغل حلو قوي، وكمان كان في الاستوديو هنا كمان الشباب المذيعين انا بشكرهم، تعبوا جدا لانه اخذوا فوق طاقتهم من جداول العمل وتعاملوا، وكان في التعاطي كان فوق الرائع. التقنيه الجديده الهولوجرام، التقنيه دي ما يعني ما شفناش قبل كده في اي من القنوات. انا بتكلم طبعا على قناه الاخبار، مش بتكلم على القنوات اللي هي العامه او قنوات الممنوعات. انا بتكلم على الثانيه كان المراسل طالع من السكرين وبقى موجود في وسط الاستوديو وبيتعاطى مع مذيع اللي كان موجود، وكان وقتها طبعا الرائع زميلنا الرائع الجميل احمد ابو زيد، وكان التعاطي فوق الجميل. صحيح. وخصوصا لما بيقلش بالفصحى كان قوي جدا. حقيقه انا بشكرهم شكرا جزيلا، وانا سعيده وفخوره ان احنا تيم وورك بتاع اون تي في لايف.